وأخيرا دافنشي ريزولف موجود على الآيباد، وهذا التطبيق الاحترافي في مونتاج الفيديو. إذا كانت هذه مشاهدتك الأولى، لا تحرمنا من المتابعة وعمل إعجاب ونشر الفيديو. هذا واحد من البرامج القوية التي تستخدمها معظم شركات المونتاج الفيديو في تلوين الفيديو لقوته وكذلك لسهولة التعامل معه بالنسبة للمحترفين غير اللي الأشخاص اللي عندهم بعض الفيديوهات السريعة. دافنشي ريزولف الحين أصبح على الآيباد، بإمكانك تستخدم كل الأشياء والصفحات اللي موجودة على الكمبيوتر تقدر تستخدمها على الآيباد. وقوي هذا البرنامج وجميع المواصفات موجودة، ولكن أنا أنصح اللي هو عنده المام أكثر في عمل المونتاج وعنده أمور متقدمة يقدر يستخدمها، بالإضافة إلى أن هناك نسخة مدفوعة لاستخدام كثير من التأثيرات، وأيضا تقدر أنت تضيف تأثيرات على هذا التطبيق. أنا اللي عجبني أني أقدر اليوم عندي تأثيرات مجانية أقدر أحطها في التطبيق واستخدمها مثل فواصل وغيرها. حاليا أنا في طور أني أتعلم أكثر ومارس هذا التطبيق، بالفعل بدون الممارسة ما راح توصل لبعد آخر في استخدام هذا البرنامج. وأنا أشوف أن هذا البرنامج اللي حاب يعمل يوتيوب قنوات وحاب أن فيديوهات تكون جدا قوية فيقدر يستخدمه. لا تمل في أثناء التعلم، لأن هذا التطبيق إذا أنت إنسان سريع فأنت ما تحتاج له، لكن إذا أنت إنسان دقيق وتبغى أشياء جميلة في فيديوهاتك كثير المواصفات والله لو أشرحها أنا في فيديو بسيط مثل هذا ما راح أوفيها. أيضا هناك تلوين، بإمكانك تلون الفيديو باحترافية وتعمل الفيديوهات بأشكال مختلفة وتعمل ماسك وغيرها. أنا صراحة حاليا أشوف أن الآيباد بدأ يكون هو جهازي الرئيسي خصوصا في السفر في تصوير ومونتاج الفيديو، وحتى الفيديوهات اللي بديت فيها الحين بديت بمونتاج من خلال دافنشي ريزولف، وبديت شوي شوي أتغير عن موضوع الكاب كات. صح الكاب كات سريع، ولكن يظل الدافنشي ريزولف يعتبر واحد من البرامج القوية والضخمة في مونتاج الفيديو. وإذا حبيت تستخدم الفيتشرز اللي موجود الإضافي من فلاتر وتأثيرات، بإمكانك تدفع $95 وتستفيد منها بشكل مجاني. كذلك أنت بتعديل الصوت وايد جميل، لأن هذا التطبيق يعتبر احترافي مثل ما قلت لكم، مش تطبيق سهل مثل الكاب كات وغيره. هذه معلومات عامة عن اللي هو البرنامج، ممكن تشوفون الحين هاي الفيديوهات اللي أنا حطيت لكم إياها أثناء شرحي وحديثي، فبتشوفون الفيديوهات بتشوفون انه معقد نوعا ما، ولكن مع الاستخدام وهذا انا اللي اشعر فيه كأي مستخدم جديد على هذا البرنامج. اتمنى هاي المعلومات فادتكم، وان شاء الله تشوفون فيديوهات ثانية وفي شروحات اخصى في اليوتيوب بتكون حلقات متسلسلة عن استخدام اللي هو دافنشي ريزولف، ولكن بتتأخر شوية لحين ما انا اخذ معلومات كافية على هذا البرنامج.